عندك مشكل في أشجار الحمضيات في التقليم، ومشكل ديال السرطانات، ومشكل ديال سراق الماء، ومشكل ديال التقليم، يعني انكسار الأفرع أو الأفرع تتمدد يعني بسرعة. تابع معنا الفيديو إن شاء الله وغتشوف كيفاش كنقلمو الأشجار ديال الحواميض وكيفاش الشجرة غترجع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في فيديو جديد. إن شاء الله في هذا الفيديو غنوريكم كيفاش كنقلموا الأشجار بعد الجني مباشرة، أشجار الحمضيات. كنت عملت فيديوهات كثيرة على التقليم ديال أربع فصول اللي عندها تقليم خاص، وكيفاش كنقلموه لنا بعد الجني كيوقع انكسار ديال الأفرع. كيف كتلاحظوا هنايا، يعني هذا الفرع تكسر لأن كان ماشي عالي. كيف كتلاحظوا حتى يعني الانتاج اللي في الاعلى راه ما استطعناش باش نقطفوه، لان مجرد ما كتمسك الفرع كينكسر. غنوريكم من كينكسر، لاحظوا شوف الانكسار ديال الفرع، فرعه كتمشيه كينكسر، الا طلعتي فوق منها كتنكسر الافرع. علاش؟ لهذا علاش، لان الافرع تتمدد على شكل سرطانات، كتبقى طوال طوال تجي حتى الفوق وكدير لك بعض مثلا الحبيبات. كيف كتلاحظوا في الاعلى راه حبيبات، ولكن الفرع طويل جدا باش يعطيك حبيبتان في الاعلى. وهذا خطا اللي كنقول لكم انا ديال التقليم، لهذا خاصك دائما تتحكم في الشجره، يعني تقص الافرع عن 8 ما بين 6 و 8 اوراق كما قلت لكم. شحال هذه، يعني الا كنتي كتقلم الشجره بهذا الشكل هذا، يعني الامور عندك غتكون مزيانه وما تخليهاش تعلى. انا غنوريكم ان شاء الله كيفاش قلمت هذه الاشجار هذه. كيف كتلاحظوا يعني درنا تقليم تشبيب، يعني جميع الافرع العاليه ومشات على مستوى حجم واحد. الافرع العاليه كلها كتقطع، ودائما الافرع تكون قصيره، يعني على 8 اوراق ما بين 6 و 8 اوراق. كيبان لك انه تقليم جائر، ولكن تتحكم في الشجره وجميع النموات الجديده اللي كتخرج بالازهار مباشره. تقريبا التقليم خاص يعني انسان يكون محترف في التقليم باش يعني تتحكم في الشجره وتعرف الافرع اللي غتحاول تقوم بالازاله ديالها، لان الافرع السرطانات كتكون كثيره في الحامض خاصه الاربع فصول. لهذا خاص الانسان يعرف كيفاش كيتعامل معاه. ملي كتقطع انا غنوريكم تجربه يعني بالعين المجرده. مثلا هنايا كانوا سرطانات كثيره، كيف كتلاحظوا راه قمت كانوا في الاعلى، قمت بالقص ديالهم. كيف كتلاحظوا هما النموات بدات خارجه بشكل كثير، وهذه النموات هي اللي غادا هذا الافرخ الجديد هي اللي غتحمل الثمار والازهار. هذا انا يعني كنصبر يعني لوحدي بفضل الله عز وجل، اعوذ بالله من قلت كلمه انا، كنزبر لوحدي وكل يوم كنزبر ما بين 6 7 الشجرات وكنداويهم، يعني كندير كبريتات النحاس باش ما يوقعش يعني الامراض الفطريه. وغنوريكم كيفاش الشجره ملي كيدوز عليها يومين كيفاش يعني النموات كيما كنقولوا حنا كتفرقع الشجره بالنموات الجديده. لاحظوا النموات الجديده يعني كديمار الشجره بواحد الشكل، لاحظوا النموات الجديدة. وهاد النموات هي اللي باغيين نحن، يعني لا هي النموات ها كبريتات النحاس. كيف كتلاحظوا كنداو الشجرة بكبريت النحاس ومبيد حشري وبسماد السماد 2020، يعني سماد متوازن 2020. والشجرة كيف كتلاحظوا ها النموات كيتفرقعوا. هادو شوف هنايا قطعت انا واحد، شوف شحال مخرج لي، 1 2 3 4 5 6، يعني تقطع واحد كيخرج لك 6 7. وهذا هو اللي باغين حنايا، هما النموات الجديده اللي غتحمل الثمار الجديده. ما يبقاش فيك الحال زعما الا قطعتي الشجره ولو تقليم جائر، خاصك تعرف شنو غتقطع. لو تقليم جائر راه ما تخافش، يعني راه بالخف يعني يومين 3 ايام غيبدا معاك النموات الجديده. وهذا التقليم الاول، يعني في شهر اخر شهر 11، يعني بدايه ديال شهر 12 كما نقولوا حنايا دخول الليل. طبعا بعد الجني مباشره، بعد الجني الحامض هذه راه حتى هي شوف لاحظوا، يعني كل النموات بدات خارجه بشكل كثير. وهذا راجع قلت لك ان التقليم يعني الشجره كتحاول تتحكم فيها وما تخليهاش تعلى، ما تخليش الشجره تعلى الى الاعلى، ان الشجره اللي علات راه كيولي عندك اشكال كبير، فروع طويله ويجيك حتى الاعلى ديال الفرع
ودير ليك بعض الحبيبات، وملي تبغي تجني يعني الفرع كيتكسر ليك وانت الخاسر الاكبر، والشجره في نفس الوقت كتوقع عليها خاويه، وحتى الافرع الطويله كتكون معرضه للرياح، وهذا مشكل كبير يعني يعاني منه جميع المزارعين. حنا دابا كنقلموا ملي غنساليو التقليم كيف كتلاحظوا يعني غاديين على مستوى واحد، تقليم واحد، حجم واحد. ان شاء الله غنعاودوا الحراسه ديالها كلها، غنديروا السماد بلدي متحلل، والحمد لله البشره الخير يعني امطار حسب الارصاد الجويه من الامطار داخل المغرب ان شاء الله. نتمنى تكون امطار خير على الامه الاسلاميه وعلى جميع المزارعين ويكون فيها خير كثير. وغتلاحظوا كل شيء، الاوراق الصفراء وهذه الامور يعني الاشجار تتغير كليا، تتغير كليا يعني. وحتى وقع مع التقليم يعني وقع حتى اتساع ما بين الاشجار اللي بامكانك باش تخدم انت على راحتك، يعني تخدم على راحتك. غنوريكم الاشجار اللي مازال ما تقلمتش، انا خدام دابا الاشجار اللي مازال ما تقلمتش، وغتشوفوا الفرق كبير. مثلا هذه مازال ما تقلمتش، هذه كيف كتلاحظوا هذه مازال ما تقلمتش، حنا نشوفوا المشاكل اللي فيها. هذا كله هاد الخطوطه بجوج هادو مازال ما قلمتهمش على بادي فيهم، حاولت باش نعمل لكم فيديو باش تشوفوا. شوف هاد الشجره كيف داير، ها هي الافرع في الارض، افرع مكسرينها يعني العمال في الجني. ها شوف الاعلى، شوف ها اللي قلت لكم السرطان اللي في الاعلى، هذا سرطان. ها هو شوف من ماشي، شوف من ماشي، ها هو ماشي، شوف العلو ديالو. هذا الا ما جبرتيش غيزيد يخرج نموات اخرى وغيمشي يبقى غادي غادي طويل، ولكن هذا خاصو يتقص من هنا، من هنا غيتقص يعني تحدي، وغيخرج لك افرخ جديده كثيره، وهذيك اللي غتحمل الثمار وغتبقى قريب لك وفي المتناول ديالك يعني ساهله. شوف هذو كلهم مازال ما جبرتهمش. تلاحظوا شوف يعني داك الغادي الاعلى، شوف الاعلى راه هو في الاعلى ومازال مخرج يعني النموات، هو في الاعلى ماشي طويل وغادي يخرج النموات حتى الفوق، يوصل مثلا 60 سنتيم ولا 70 سنتيم ويعمل لك حبه الفوق، ولا عندك مشكل في الجني ومشكل الرياح وانكسر مع الرياح اللي كانت قويه. وشوف الفرق دابا، الفرق ما بين يعني هاد الاشجار اللي تقلمات واللي مازال ما تقلماتش، غيبان لكم الفرق كبير وبزاف، فرق كبير وبزاف. التقليم انا هاد الشجر عنده 6 سنوات، ولا عملت فيديوهات كثيره اللي بغى يرجع للقناه يعني التقليم ديال الاشجار الحمضيات، وخاصه اربع فصول عنده تقليم خاص ديالو، تقليم خاص ديالو، وماشي صعيب يعني تقليم ساهل، لان ممكن تتحكم في الشجره نتايا وتقلمها 4 مرات في السنه. وراه شرحت هاد المساله مزيان، واللي تبع الفيديو انا كنهضر معكم عن التجربه، عن تجربة، وان شاء الله راه وريتكم فيديوهات ديال الانتاج. الحمد لله مازال كنقلم والانتاج كاين الحمد لله، مازال باقي كنلقى كما كنقولوا حنايا واحد المثل شعبي، القاعه ديما فيها الخير، يعني البحيره دائما ولو وقع الجني وقع كذا لابد ما تلقى الخير مورا ثمن. افرع يعني كل افرع اللي تقلمات تخرج من المزرعه وتخرج الى مكان بعيد باش ما يتجمعوش المشاكل ديال الحشرات والمشاكل ديال الامراض الفطريه. المهم هادشي اللي كاين، نتمنى من الله سبحانه وتعالى المعلومه توصل لكم. هذا اخوكم يحييكم بلا حدود، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.